لقاءنا اليوم متميز مع أخوات متشابهات ولكنهم مختلفات في نفس الوقت، عشان كذي لازم نتعرف على شخصياتهم أكثر ونتعمق بتخصصاتهم وكل واحدة وشخصيتها. بنات المؤمن يا مرحبا فيكم، مريم وفاطمة وصمود يا هلا فيكم وعيدكم مبارك. يعطيكم العافية. أنتم بخير. يعطيكم العافية. أول لقاء يجمعكم اليوم على شاشة تلفزيون الكويت كلكم مع بعض. أعتقد أول مرة. هذا السبق لنا. وانتو عيديتنا اليوم حق الجمهور بعد عمري. احنا اول لقاء معي اول لقاء سويته مع فاطمة كان في برنامج تسجيلي، كان مو هو اليوم هو يعني الله يعينك. عشاني ذكرتي يعني كانت جدا مشكلة كبيرة يعني ليلة العيد وصعبة يمكن انكم تجمعون كلكم وتجهزون باللوك الجميل اللي طالعين فيه ويانا. حياكم الله. فاطمة اليوم ردت توني رادة عشان اللقاء. الحمد لله على السلامة. رأيي لش بالاسئلة بس ودي اسأل مريم. مريم انت ما شاء الله تبارك الرحمن محامية وكرستي جزء من حياتك الإعلام. يعني في فترة من الفترات شفناك متميزة بطلاتك الجميلة والطرح والأسلوب الجميل، فليش اتجهتي إلى الإعلام؟ شوفي هو في خلينا نقول هو سببين مرتبطين ببعض. أول شيء إحنا كمحامين ما يجوز لنا مهنة ميثاق المهنة إن إحنا نعلن عن نفسنا، فيصير هو للأسف الموضوع إن أنا علشان أنشر وعي قانوني أو ثقافة قانونية حق الناس صار شكلي كني قاعدة أعلن عن نفسي. هو صار السوشيال ميديا كنا إعلان، بس هو يعني أنا كان هدفي البداية هو الوعي القانوني، بعدين صار تلفزيون، بس بالنهاية هذا كان فايدني من ناحية تسويقية. تسويقية مع أنه هو قانونا ما يجوز أن يكون في تسويق عندنا، بس قبل محامين الكبار اللي قبلنا كانوا يسوقون عن طريق المقابلات وعن طريق الجرائد. الحين تغير الوقت، كل واحد مسؤول عن نفسه. بالضبط. القانون نفسه شويه المفروض هم يواكب التطور اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا. نعم. عشان يواكب الاعلام انه ما يصير دعايه او مخالف القانون. لا بس انت ما اعلنتي عن نفسك كثر ما تعلنين بالماده اللي عندك، يعني بالموضوع اللي يخص تخصصك. بس يعني قاعد تواجهني اكثر من مشكله مع جمعيه المحامين انه مثلا اذا حطيت رقمي بالبايو مريم هذا اعلان شيلي رقمك. يقولون مو اعلان ممكن البايو بالانستغرامك انت؟ اي بايو الانستغرام المفروض ما تحطين رقمك. القانون مال المحاماه ما قال ما احط رقمي بالبايو لانه ما في كان هزتها انستغرام. فالقانون لازم شوي يتجدد مع انه هو صالحنا كمحامين الحين مو صالحنا. في تواصل يصير عن طريق الدايركت يمكن، يعني بطريقه ثانيه ممكن تلعبين على القانون. بالضبط. تحايل كل المهن الحين يعني حتى الدكاتره وكذي احس الناس تبي تشوف اي احد يعرض هالجاب يعني انستغرام اعماله. يعني وايد ناس انا انصدمت انه ما يعرفون امور جدا بسيطه، يعني حتى دائما لما اسوي فيديوهات اقول لا معلومه معروفه، بعدين لما اقول معلومه مثلا فيديو انصدم التجاوب انه في ناس يعني في صدق في ناس تستهزئ انه يعني قايله شيء جديد، بس في ناس صدق عندهم هذه معلومه جديده. محاميه تقدرين تردين انت عليهم. عاد انا ودي اسال فاطمه كونش ناشطه في مواقع التواصل الاجتماعي، فدائما في مواقع التواصل الاجتماعي تصير بعض القضايا والمشاكل والقلق، فاتوقع يخافون ليش اختك محاميه؟ يعني عارفه الموضوع بداياتي. لا يعني كانت بادي جارد حبيبتي، خصوصا بالبدايه كان ناخذها بحساسيه، يعني اذا احد حط لي كومنت وكذي لانه ما كنا ماخذينها كشهره، انه انا ما اشوف نفسي كانسانه مشهوره، فكان عندي اذا احد استخدم صورتي او علق كانه شيء غلط. الجا لها اي وتكلم الاكونتات قبل يعني. الحين خلاص استوعبنا ان اتس فور ذا بابليك يعني، بس هم بالاحترام يعني. تكلمنا مع مريم عن القانون، بننتقل للهندسه المعماريه معاك فاطمه. يعني دخلتي وانشهرتي بهالمجال بالسوشيال ميديا. صح. بس خذات مره واحده السوشيال ميديا عن الهندسه المعماريه، ليش؟ وايد ناس حسبالهم ان انا هجرت العماره. انا يعني حطيت بريك شوي لانه السوشيال ميديا وايد سفر، السفر هو اللي وقفني اول شيء، فما كنت اقدر اواظب وقتي بين ان وظيفه 9 to 5 وسفر بنص الويك، فما صح. كان يصير. الحين عندي قدره ان لا اقدر اقول حق هذا لا هذا ينطر، واقدر افرق مع مساعده يعني بارتنرز مع العماره، يعني مو بروحي يساعدني يعني. دائما قاعد تسافرين ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا السفرات اللي بيوم واحد جدا متعبه. ايه فشلون قادره ترتبين حياتك في هذا الموضوع؟ خليني اقول لك شيء، بالبدايه شويه متعبه، الحين صار هذا طبيعي، يعني لما يصير لي ايام ما تجي لي سفرات ورا بعض ان قام يصير هذا مو طبيعي. ايه صار طبيعي لما اسافر وايد، والمو طبيعي لما اقعد ما عندي شيء. اسمل. ايه قمت امل فتعودت. ايه
حلو. لما ننتقل حق صمود، يعني ما شاء الله اختك هني مريم بالمحاماة قانون، درست حقوق بالكويت، عندنا فاطمة بأمريكا، انت تمويل بأمريكا، مهم بأمريكا عدل. انزل تقولي لي عن تخصصك شوي وكلميني اكثر عنك، كونك اول مره تطلعين على شاشه التلفزيون. بالضبط اول مره اطلع، وحابه اعايد على المشاهدين عيدكم مبارك. ايام السعيده. وتوني متخرجه ما صار لي وايد، تخصصي فاينانس مع مساند ماركتينج، ساعدني وايد طبعا بشغلي حاليا لاني انا مركزه الحين فقط على اليوتيوب، يعني اكثر تركيزي على اليوتيوب، وبارت تايم كوميديان على قناه اختي على سنابها. ما يعني عندك طاقات تمثيليه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. قاعد نشوف مو تمثيل كثر ما اني اقلد. تقلدين وايد؟ اقلد. اوكي. اخذت سناب فاطمه بنص رمضان. ايش معنى على اكونت فاطمه يعني كان الموضوع ليش؟ انا اقول لها يعني بدون غشمره على السناب الفيوز يصعد، بس لان عندها طابع كوميدي حلو. وانا ما اشوفها مشهوره فاشينيستا، اشوفها اختي. اصور شويه اشوف نفسي مسويه فقره بروحي. دير بالك اعلان هذا ممكن يكون مدفوع بعد. مشكلة عندنا بالبيت ترى حتى المواضيع كل واحدة يوم بلشت نحتاج أحد يدزنا، أو صح يعني البداية تكون يعني وايد فينا برود، وبعدين نحتاج يعني يكون في أحد بالبيت كل واحد يدز الثاني. لو كل واحدة بتنطر. ما شاء الله أنتوا أربع بنات ولدين ما شاء الله. الله يخليك. وين رابعتكم؟ مفروض تكون بالبيت مع الله يخليها. أختي مشهورة بعيالها، الناس يموتون على عيالها، دائما نصورهم بالزوارة. عيالها هم اللي ماخذين الأضواء. ماخذين الأضواء. أنا ودي أوجه، لا ما قاطعك، بس ودي أوجه سؤال حق صمود. صمود أنت ما شاء الله عندك جرأة يعني باللوك عدل، يعني شعر البنفسجي أزرق على بنفسجي، فأكيد عندك ودارسة أكيد هالشيء اكتسبتيه من أمريكا. بالضبط. بس هالشيء مو موجود بفاطمة. عدل. يعني أثناء أمريكا ما أخذت هالجرأة. تشوفين في اختلاف بالشخصيات وايد. وأنا أول ما سويت يعني هذا اللوك كنت حزتها أدرس برا، فكنت لما أرد الكويت كم أسبوع أسبوعين ما كنت حد يعني أشوف ردة فعل الناس هني بالمجتمع العربي، فكان بسيط. الحين سويته وأنا عايشة بالكويت والكل قاعد يشوف، أنا مصدومة إن في تقبل من الناس الكبيرة قبل الصغيرة. الناس الكبار عاجبهم أكثر من الصغار. هذا عكس الشيء اللي صار مع فاطمة. يمكن في بداياتك كان وايد يوجهون لك نظر. يعني أنا قبل بداية كان ستايلي وايد بوهو، كان عندي بيرسن حواجبي. هذه غلطة لا تسوونها، لأن يعني الحاجب أهم شيء. بس الناس كانوا ما يتقبلون إنه وايد بانك ستايل، يبونك إنه شكلك ليدي لوك كلاسيك. بالضبط. فما حسيت في تقبل. فبس عندي أنا طبعا هذا الستايل موجود، بس كان أكثر بوهو. فلما كنت أطرح عليهم هذا الستايل الليدي الفستان المرتب وشي كان يحبونه أكثر، فقمت أعرض هذا أكثر. وانت يعني شنو تفضلين اي لوك الحين؟ نو اي لايك ذا كلاسيك لوك اكثر، بس وقتها لما اسافر وايد وميامي مأثره علي فكنت احب البوهو لوك، والجو يساعد هناك بعد. لاحظتي مريم شغله بعد تأثر. ان يعني في بين صمود وفاطمه يعني يقرون تعليقات ويتاثرون فيها، انت كونك محاميه ايضا نفسهم تتاثرين بالاشياء. انا قبل كنت يعني ادش على اكاونتها وساعات اتهاوش مع الناس، وبعدين كنت اقول لا فشل محاميه وحالتي حاله رايحه اتهاوش مع الناس، بعدين كنت اقول لها خلينا نرفع قضايا، خلينا نرفع قضايا على الناس. هي ما ترضى. وللحين ولا رفعت على اي شخص، مع ان في وايد اشخاص يعني فيهم يعني يستاهلون. ما رفعت ولا قضية. يمكن الوحيدة يمكن من السوشيال ميديا اللي ما رفعت ولا قضية. ولا قضية للحين. معنا ساعات ديزني كابتشنات مثلا أقولها خلاص الأحد أبلش، يوم الأحد تقول لي خلاص طاف. هي على كل استعداد هي تكون ناطرة الإشارة. بس أنا الحين بلشت عاد أرفع صراحة قضايا على الناس. إذن ممكن أنت تسوين هالموضوع هذا، ترفعين قضية يعني في حال كان موضوع يجرحك؟ في واحدة الحين. واحدة صدق؟ اللي بأبو ظبي. اي هذه قضيه بس مو سوشيال ميديا. بس مو سوشيال ميديا تعتبر عقد اتفاق يعني. هذه اول قضيه. طبعا اكيد مريم محاميتك يعني ما تروح عند محاميه ثانيه يعني. لا هاي الاختلافات تصير يعني يمكن على الاعلانات والدعايات اللي تسوينها. كلمينا شوي اكثر عن الاعلانات. دعيتي ما شاء الله سويتي اعلانات خارج الكويت، في باريس كنا، في امريكا، في هذه الدول. شلون كنت عربيه كويتيه تسوين اعلانات في مثل هذه الدول العالميه؟ انا اشوف دائما احب اركز على الاعلانات اللي تاثيرها كبير اكثر من الاعلانات اليوميه، لان إيمج عرفت. فتو سوينا إعلان حق شوابس اللي هو من شركة كوكاكولا، سويناه في ساوث أفريكا. فالحلو هي الإكسبرينس نفسها، إن الطاقم وايد بروفيشنال، شيء ما شفته بحياتي. الأكترز يعني إن الإكسبرينس توريك شيء مستحيل تشوفه كأنه ممثل يعني.
فهذا هذا وايد حلو. بعدين لما ينعرض هم تحس ان سكسسفل شيء جديد ان مو يعني مو لوكال عرفته. وشفناك بعد بالاعلان مال عياده من العيادات هم اعلان مميز يعني في مثل تمثيل. اي كان في تمثيل اي كان وايد تعب تخيل كان تصوير 24 hours. خلصنا التصوير 6 الصبح اول يوم رمضان ما شاء الله ردود الفعل هم كانت شلون على الاعلان وايد حلوه كانت الناس حبت الحمد لله وتجربه جديده يعني كنا قاعد نعيد وايد والتمثيل يعني وايد تمثيل ممكن اذا في منتج الحين يتابعنا راح تنتقلين الى التلفزيون ممكن مسلسل تشوفه. شوف انا دائما اقول ان احب يعني كان ودي ان امثل يعني انترناشونال بامريكا يعني افلام يعني هوليوود يعني اوكي بارس كلوكال ما ادري لان هو على الموضوع شنو طرح الموضوع شنو الاخراج شنو طريقه الـ يعني سيناريو مثلا ما يصير فلازم القى شيء لايق علي ما يصير تطلع اذا تمثيل اول مره هذا اللي جايب بقولها انت قاعد تاخذين مهنه تصير زعل لان صدق صمود يعني تلقونها بطابع مختلف يعني صدق تعرف تمثل بس منكم جربتوا التجربه الا مريم الحين الوحيده اللي ما دخلت بالتمثيل اه لو مو محاميه كان وايد اشياء اسوي بس انا البنت ما كثير قابلتني قبل يمكن صمود سويتي لك قناه على اليوتيوب قعدت تخلينها بس حق البيوتي يعني اكثر شيء التجميل صح بيوتي ولا ستايل اوكي ما فكرتي انك تحطين فيها مثلا مقاطع سكتشات مثلا تمثيليه تكون مثلا رياليتي بلا وايد مفكره بهالشيء وهم اكثر اثنين يدعموني اني اسوي هالشيء ويقولون لي حطي كوميدي بقناتك باليوتيوب يعني احنا قاعد نشوف الكوميدي يعني اوكي البيوتي في اي بنت ممكن تكون جميله صح. وتكون حلوه وتهتم وكل شيء وايد في بنات سووا هالكوميدي مو اي بنت او مو اي شخص يعني بنت او صبية او اي حد يكون كوميدي فهم وايد قاعد يدعموني على هالشيء اللي اسويه قاعد افكر فيه بس انت المفروض تدعمينهم ان هم يسوون لهم الحين يوتيوب شوفي ما اعرف عليه التصوير التصوير والاديتنج الناس عبالهم وايد سهل ياخذ مني يومين بالكامل انا يعني جاب له غيرت يومين اسوي له اديت يعني انا لما تختفي ادري انك قاعد تسوي يوتيوب فعلى فيديو واحد احنا نشوفه مرتب وحلو بس انه ما تتوقعون الشغل اللي اللي وراه يعني لو انا اسوي يوتيوب ممكن تسوي لي يوتيوب لا ياخذ وايد من الوقت يعني على ما اسوي مثلا فيديو اون يوتيوب اقدر انجز اشياء ثانيه يعني انت ممكن تخلينا كل شهر مثلا فيديو واحد او يعني عندك المده تتحكمين فيها تدري شنو في ناس المتابعين مثلا لما اسوي توتوريال اون سناب شات ياخذونه وهم يحطونه بيوتيوب هم قاعدين رايحين ملاحظه شغله الناس اللي بلشوا بالانستغرام وبعدها السناب ظلوا على هذا النهج وما غيروا على اليوتيوب عكس الناس اللي بلشت باليوتيوب حتى فانزاتنا ومتابعينا خلاص يوتيوب نوعهم غير لان المساحه بعد تكون فيه الوقت يكون فيه اكثر احنا بالنسبه لنا ترى اصعب انا بالنسبه لي السناب شات يعني 10 ثواني بس ماني قادر اسولف فيها ولا كلمه اقول فيها انا اقول حق خواتي ان سناب شات خلاني اتكلم بسرعه اي صح لان ما ابي عندك وقت بنزل 10 سنابات بنزل سنابين يلا شلون يكفي 10 ثواني فصار مشكله السوشيال ميديا انتقلت بالمحكمه وبالتلفزيون لما تحكي بالتلفزيون دائما المعدين مريم شوي شوي هدي وانا ترافع مرافعتي سريعه يعني اثر فيني لان كان قبل الانستغرام 15 ثانيه صح فالمرافعه تكون سريعه وتحكي بسرعه انت مريم ما فكرتي تسوي لك قناه على اليوتيوب بما يخص القانون انا بس اخذ الفيديوهات اللي اسويها بالسناب واحطها باليوتيوب واللقاءات القانونيه انا الحين ما شاء الله وايد المحاميات سووا لهم شانل على اليوتيوب ويصورون قضايا ومواضيع يعني بما يخص القضاء قاعد اخذ لان اهم انا ملتزمه مع التلفزيون فما يمديني باخذ المقاطع اللي من التلفزيون وانزلها باليوتيوب او اللي حلو بنتقل شوي حق البيت يعني ما شاء الله الاهل الله يعينهم يتابعون منه ويشجعون منه ومن الفيوز اللي يكون اكثر عند منكم احنا يعني. دام دشينا على الاهل اول شيء يعني اول ما خلينا نقول فاطمه خلينا نقول هي اول ما بدت اول شيء لازم يعني اشكر ابوي شكر كبير ابوي يعني وايد وايد متفتح وايد يتقبلنا وايد يدعمنا وايد يعني مع هذا في اشخاص عبالهم مثلا ان احنا ما ورانا اهل ولا شيء بالعكس ابوي مجاب لنا ويدري فاطمه شو سنابات تستاهلون الدعم يعني ابوي يحب البنات ومدللنا وايد وايد يعني فيعني قبل ان ندش لازم اشكره بهالفرصه اللي احنا دام ثلاثتنا موجودين انتم ما شاء الله رفعتوا راسه يعني ما شاء الله محاميه ومهندسه وتمويل كلكم تخلصتوا شهادات من الجامعيين الحمد لله وعقب الجامعه انا اشتغلت بمهنتي فطوم شويه صمود مراضيه ما ادري حاولت سنه بس بعدين
بس ابوي جاب السنابات على طول ويعلق مثلا فاطمه تعليق فاطمه الموضوع هذا ما كان حلو يعني وبالعكس مواضيع حلوه يعني يعطيكم افكار يعني يعطينا افكار وايد يعطينا افكار تسمعين 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 كلامه ساعات شوي نسرة يعني اسوي اللي بسوي بس اكيد اسمع يعني الراي بس eventually يعني انا يعني it's up to me اذا بسوي ولا لا زين دام تكلمنا عن الأسرة وعن الوالد الله يحفظه ويخليه نبي أجواءكم بالعيد ليلة العيد شو اللي عادة تسوون خلال الأيام الجاية تحبون تقضونه بالكويت برا الكويت كلمونا عن الأجواء بشكل عام أنا أحب أنا أحب يمعتنا إن تكون بالبيت حتى لما على يوم يسوون اليمعة برا البيت شوية ضايق لأن أحس خلاص أنا كل يوم أطلع كل يوم أكشخ كل يوم ألبس كل يوم سناب لما يمع أحب أقعد مايحة مع أهلي فبالعيد هم ودي لو يكون يعني كل عيد بالكويت كل عيد الصبح الريوق يكون ببيتنا اي لازم هذا تراديشن من وانا صغيره من احنا صغار لازم ريوق عند ابوي لو ريوقكم درابيل وكذي يعني الكويتي القديم والغمص يعني يعدم معدتنا ابوي وخبز اقول ما يصير هالاكل اول يوم تصدق يعني الغداء انتم مو مشتهين تاكلون كلش تكونون اي ماكلين يعني الريوق الواحد بالسنه ناكله هالريوق هذا هو مال العيد طول السنه ما ناكل غيره ما في مستحيل بس انا ودي اسال فاطمه ما شاء الله فاطمه ليش ما تمتنين يعني يعني رمضان يا حلو كل ما في شيء اثر والله حتى اكل يعني الحمد لله ماي ابيتايت يعني ما شاء الله واعلانات الاكل جاكم والله اكل يقولوا لي المتابعين فطوم ما شاء الله تاكلين وايد ما تمتنين جينيتكس يعني ما ادري ما ايش نعرف اكيد هم يعرفون السر يعني عصبيه فاطمه عصبيه فاطمه اي صرت عصبية ليش؟ صراحة سوشيال ميديا ضغط سوشيال ميديا ما ألحق يعني تخيلي إن أنت تليفونك دائما يرن دائما يرن اللي قمت ساعات يعني أكره يعني ممكن تردين علينا معصبة أنا ليش أدق أسود ما أدق عليها لا كنت أسوي كنترول على أدق وأنت معصبة لأنها تصير فشنو قمت أسوي ما أرد وأكلم ماي أسيستنت تكلم هالشخص لأن حرام أنا أحط يعني عصبيتي على إنسان بس يعني there's no way إن تكون calm بسوشيال ميديا وايد ضغوط 24 ساعة فأخر شيء أتحملها مثلاً يعني أحد يكلمني وعن شيء قبل اللقاء قالوا لي وايد حادة فاطمة وايد حادة ما شاء الله ما فيها شيء أنا بدي أسأل إن أنتوا تساعدون بعض كل واحدة بتخصص يعني أنت تساعدينها وهي تساعدك مثلاً بالمحاماة بشيء معين ولا موخرة كل واحدة بتخصص يعني مثلاً أي شيء قانوني عقود مراجعة أي عقود تبع لازم أنا أقراها بالنسبة إذا بغيت مثلا أطلع بلقاء أو عندي شيء مهم هي يعني أستشيرها مثلا بأمور معينة أمور جمالية طبعا أكيد هي صاحبة القرار أي دكتور أي مدرجة صمودة كنت تستشيرينه نفس الشيء أنا بما أن بدايتي الحين عندي ثقافة قانونية من سبة أختي يعني أنا مرات بحياتي العامية يعني أطيح بموقف أشوف ردة فعلي قاعدة تحكي بأسلوب أختي كلامها إن هذا ما يصير هذا غير قانوني وين القانون صار عندك خبرة بالمحاماة بالضبط ناحية السوشيال ميديا يكون تأثير إيجابي أكيد عدل أنا صح إذا أنت عرفت اللي لك واللي عليك الناس شوية تحترمك أكثر من ناحية قانونية أكيد تستاهلون يمكن كل خير أنا بقول لكم يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير الوقت بسرعة مر وياكم نبي وعد منكم لقاء ثاني هم يجمعكم معنا على شاشة التلفزيون يعطيكم العافية وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير ومنوريننا دائما طبعا ننتقل الى فقرتنا عندنا فقره كانت كل يوم دراعه هالمره راح نشوف الكواليس اللي سويناها طول هالفتره رمضان مع المصممات اللي ابدعوا ونفذوا اشياء وايد حلوه تابعوا الكواليس في غبره الحمراء